الصحيفة الفرنسية عندما رسمت اللاعبين القطريين انهم ارهابيين ودواعش، وجدنا يعني ردة عكسية، هم اللي كانوا كذلك يعني. صحيح. فلذلك الآن احنا ضربنا عصفورين بحجر. قيمة البطولة على الرغم من الحملات بسحب البطولة من قطر والدفع للمنظمات للإساءة لقطر وغيرها من الأمور، ومع ذلك نجد في الطرف الآخر هذه ردات الفعل التي أتت من الجمهور المتواجد، خصوصا الجماهير التي أتت من ألمانيا، من فرنسا، من أي دولة أخرى تشارك، وعكست الصورة. والحمد لله إلى الآن لم نجد أي مشكل حدث لا بين الجماهير ولا بين الجماهير حتى في الشارع، سواء كان في كتارة، على الرغم من الاكتظاظ الذي يحدث، لكن الكل حقيقة يحتفي بالبطولة وبنجاح البطولة وبأنه يستفيد.